يقول فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أري المسيح الدجال في المنام وهو يطوف بالكعبة ويداه على منكبي رجلين كما ورد في مختصر صحيح الإمام مسلم، وبين أنه لا يدخل مكة ولا المدينة أثناء الفتنة في آخر الزمان؟ أفيدونا زادكم الله علما. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى المسيح الدجال، وإنما رأى ابن صياد. نعم. رأى ابن صياد، وابن صياد مختلف فيه هل هو المسيح الدجال أو غيره، الله أعلم. نعم.